أرز في طرابلس في شمال لبنان تحول إلى مأساة حقيقية ومأتم. فقد لقي الشاب مؤمن البيروت البالغ من العمر 28 عاماً شقيق العروس مصرعه على يد شقيق العريس، والسبب خلاف على سيارة التي ستزف العروس. وفي التفاصيل، بعد أن نزلت العروس من منزل عائلتها ليتم زفها بالسيارة، طلب أخ العروس مؤمن من شقيقته أن تصعد إلى سيارته ليزفها بها. وهنا اعترض شقيق العريس وطلب منها أن تصعد في سيارته هو. ومن بعدها تطور الموقف ليصل بأخ العريس لإطلاق النار على مؤمن وإنهاء حياته، ومن بعدها فر هاربا. فيديوهات دقائق ما قبل الحادثة لشقيق العروس وهو يهنئها بزواجها تملأ المنصات، وحالة انهيار العروس على مقتل أخيها بيوم عرسها وهي في فستانها الأبيض وعلى يد عائلة زوجها متصدرة للمنصات أيضا. جايبه سكره.